السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله يا شباب في مقطع جديد من تختيم لعبة Dying Light 2. شكرا على دعمكم في المقاطع الماضية، واتمنى ان هذه السلسلة نالت على اعجابكم. نوعا ما ماشي الامور مع السلسلة، عرفت، في مشاهدات، في تسليك. طبعا امس نمنا هنا، مدري وين راح هذا اللي كان يطبخ لنا. انا شفت انه كتب لي شيء جديد، اضغط تيل تشغل الكشاف، ما ودي بالكشاف، الامور طيبه. الاستكشاف الليلي طبعا هاكون هذا راح يجيب لنا سوار، لان يوم جينا عند خويه هذا ما حصلنا، وهذا اخر شيء صار في الحلقه الماضيه. يقول لك في الليل تمتلئ المدينه بالمصابين، خلال ساعات الليل يكون زحمه زومبي، فلازم تستغل الاسطح وتنتبه من العاوين، هذا اللي شفناهم في الحلقه الماضيه. الله يخرب بيتهم، لا شافوك جلسوا يصايحون ويجيبون اخوياهم كلهم. وابحث عن اماكن الاختباء اللي فيها الاضواء الاشعه فوق البنفسجيه. Keep to the roof. كسيف تحاولر سبوت يو. وين اخوينا؟ اي تحت. حلو، يمدينا ننزل على السرير، ما حد سمع شيء. هاوند فيلد، الارض القاحلة، 2 من 4 تقريبا. في 4 اماكن في الماب، خلنا نشوف. اي دخلنا هالمنطقة الجديدة اللي هي الهاوند فيلد، كنت في ترينيتي. اوكي، تقريبا في 4 اجزاء، والله الماب جدا كبير. اوكي، معي المفتاح هذا اللي يفتح كل شيء بالدنيا. The lock is broken. افا اعطيت عين. Don't worry. Find the old... هو رايح يجيب لي السوارة. I marked a safe route. ليه ما يطلع؟ I'm waiting by the lobby. اوكي. ما في احد هنا. Hey. This way. Big building, huh? والله very big. When it all got fucked, they grabbed research volunteers. They paid them loads of money. What was the result? A lot of shit. من وين طلعت يا ولد؟ اوكي. Just a little more. We don't have much time. You know how to open locks? Sure. Turn the key. What if you don't have a key? Hakon, I've traveled thousands of kilometers. You think doors are a problem for me? Okay, just checking. I think this room should have all the instruments. بيعلمني على الجسر. I found some scrap. الحلقة برعاية إبتن. أوكي، مثل ما توقعت، اللوك بيكينج. نصنع 1 من قطع الخردة اللي ما نحتاجها. لعباتي يا حبيبي، ما يحتاج تعلمني، ما يعرف إني مختم ثيف سيميليتر. لا أنا مختلف. انكسر. اقول لك سهلة. اوكي، بس كذا يعني تلقى موضع واحد وبعدين ما تحرك. مختلف عن اللعبة هذه. اوكي، اتبع هاكون. جتني الفلسعة. العيد، العيد. ذكريات من المستشفى. بتذكر اختها الصغيرة. شكلها هم اللي رسموا اللعبة هذه. هذا هو الصغير، هو راسه. What are you doing? Mia, not on the wall. محترم. Stop talking and give me your hand. Mia.
بلقى بصمات الداتا. ايدن everything okay؟ في واقعية شوي امتسحت. ايوه وصلنا عند الزومبي. يلا بداية خير. Sleeping Beauties. نايمك الملائكة. We have to walk past them. If you crouch and move slowly, they shouldn't notice you. Okay, okay. Get too close and you're done for. Okay. You probably know that already. I do. Yeah. عارف والله عارف. اسمع عليك عندي الماسورة. في حال خرجت الأمور عن سيطرة. بسم الله ما شاء الله تبارك الله. واحد مرقمين لي اياهم. لا ليفل واحد هذا. اوكي السلام عليكم. لا 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 I'm moving very slowly. يقول لك اذا ما تشوفه هو ما يشوفك. عرفت هذا المبدا اللي تعلمناه من لعبه محاكي الحرامي. اذا ما كنت تشوف ال ساتر يا ساتر يا اخي. I'm moving slowly والله. حركة القاضية ما اريد حركة القاضية يا حبيبي. وين الطريق بس؟ السلام عليكم. نوم العافية نوم العافية. ايش في راسي صفق انا ولا ايش؟ تحرك يا ابوي. نوم العافية والله. يا ساتر ايش المكان الملغم هذا؟ يباني اوصل هناك واللفة الطويلة. يعطيكم العافية. طيب اوكي الحين ما حد يشوفني. كول داون تنتظره شوية بعدين تتمشى. ينامون في النهار وفي الليل يزعجوننا. شنو جالس انا؟ صحة. What is that? Chemicals. Nasty shit. When they lost control of the virus, the GRE started spraying the whole city with that filth. ايوه. Worked out great for them, huh? انا اقول وش هذا عاميني. لو تركض شوي والله بتسوي خير. قله. خلاص ما تركض. هو نقز ما صار شيء. انا نقز طلع الصوت سبحان الله. والله انا خايف اكثر مني احس. امشي بالحلال. وبعدين so this guy you told me about, what was his name? Waltz. Yeah, Waltz. Yes. Why did you mention him? Because I remember he was doing some kind of experiments. He wasn't the only one doing them. There were more cities like Villador. Walls cut off from the rest of the world. Many people were working toward a vaccine, Aiden. But, well, the world is full of shitheads. All right. Be careful. It's not stable. أي واضحة. Come on. واضحة وصريحة. واضحة وصريحة. معقولة؟ ما يصير فينا شيء؟ ما طيح؟ واضحة وصريحة. نط مسك يده. المشكلة الزومبي ذلك كلهم بيتحركون. والله واضحة وصريحة. اوه هذاك موجود اللي يدعي اخوياه. بشرك الله بالجنة. You alive? You alive? I guess so. مو انت بخير انت ميت. انت حي. Can you climb up? Sure, just give me a sec. Hurry. We're running. الله ما في give me a second. ما عنده طاقة. I can't make it. Wait.
I've got an idea. Remember the cocktail I served you earlier at the girls' workshop? What? Inhibitors. Exactly. You fell to the first floor. There's some GRE storage down there. Mm. Look for white green crates. Inhibitors should be inside. White green. If you take another dose, you should get your strength back. اوكي المفتاح اللي معي يقول لي افتح كل شيء يتم تنشيط مفتاح جهود الغاث العالمين تلقائيا عندما تكون بالقرب من حاويه مثبط. هذا البوكسات اللي ندور لها اللي صعب تلقاها. هذا اللي بتفيدني بتزيد الامينيتي هذا اللي اسمه. شوف الحين جالس يعلم عندي تحت على اليسار انه فيه قريب مني. الله يستر. ايوه ما شافني ما شافني. من سلفين. You can't handle that. I know. I've seen this fucker. أيوه. نشوف الحمد لله. أشوف. ما في حد. ما في. الحمد لله مش ناقصه. I ran off. Tried to go around it somehow. هرب ولا والله ما هرب. راح يدور له صيده. يقول لي 10 متر. شوف كل ما ابعد الليل. ايوه هذاك الظاهر بس ما في طريق ثاني. هذا هو 7 متر. بدنا نشوف من الحين. انتظرني داخل. مغلق من داخل. لازم نلف اللفة الطويلة هذه. أنا مستغرب أصلاً في بابين في نفس المكان. واضحة وصريحة الحركة. ما بيعطونك اياه بسهولة. لا يا وسخ. ما في احد ما في احد. الحين وش يفتح لي الباب هذا؟ انت ما تشوفني ما تشوفني. حركة غاضية ما ادري هذه تقضي عليه وهو مرة واحدة ولا ليه ما تشوفه ما يشوفك. ايدن هري اذا ذات انفكتد فايند يو يور ديد. اكيد ديد ما احتاج تقول لي. أخيراً. لا تستهبل لا تستهبل. ما هو وقته والله ما هو وقته. Don't be a chicken, Aidy. What if the doctor sees us? He won't. Besides, he'd have to catch us too. Come on, don't back out now. حاولوا يهربون من هذا الباب. اوه ليه ليه كذا ليه كذا. طيب في زومبي من غبنا يوم ذكر اخته. Don't be a chicken, Aidy. Don't be a chicken قالت له. وانا اصغر منك سنا وانت جالس خواف يا جبان. يهب. ايوه هذا هو الصندوق يا اخوان. 0 متر. واخيرا ايش هذا كل التعب اخرته عشان بنطال قصير مموه. سروال مرن فريد. الله يخرب بيتكم. ايوه انا المثبط. عنصر استهلاك قلوبي المثبطات اسطوري. وسيلتك الوحيده لزياده حد الاقصى من مستوى قوه التحمل والصحه لديك هي المثبطات. Go back to the elevator. I'm waiting.
اوبا والله وصل. وين رحت يا طيب؟ انا بدون كشاف كيف كنت اشوف؟ والله معذب نفسي ومعذبكم الظاهر معي. معليش. Gone a while. How are you feeling? I'm infected, but good to go. Yeah, that's great. حصلنا السواب. Sorry about this. What? Sorry about what? About that. On behalf of all its whores, bandits, and idiots, I christen you a citizen of Villador. What? You're about to turn. Get into the light fast. الليل. أخر. مش وقت الزومبي. وين طريقي هو؟ لا ما هو وقتك والله ما هو وقتك. عشر ثواني ما يمدي. يمدي يمدي يمدي. طلع معي هذا. كيف انهاره ما تحول بس اني طولت في الظلام. هف هف بواحد بالله هف بواحد دام ما يقدر يطلع. اضربه طيب تكفى. That was close. As for your goal, here's the situation around here. After the PK commander was murdered, they blocked the route to the center. They're trying to keep the killer from escaping. To get to Fisheye, we have to outsmart them. Mm-hmm. But I know when they change the night guard. That will be our chance. دائما سبحان الله فرصة هذه في جميع الأفلام والقصص. We need for the passage. I have to suss out our odds. Meantime, take a look around. Leave a little. حبيبي. Come on. أحتاج هذا الشيء أنا منتظر. توك قلت لي خذ راحتك. مدير. وش عندك؟ Here. You'll need these. Take a look around the city. Oh. Old Villador. Plenty of interesting spots to check out. Okay. المنظار المكبر. والمنظار المكبر. يتيح لك المنظار المكبر استكشاف المواقع المهمة في العالم المفتوح. راقب تركيز المشهد الظاهر في منتصف الشاشة، ذلك أن حجمه يتضاءل كلما اقترب أكثر موقع يمكنك اكتشافه. أوكي. ستضاف المواقع المكتشفة عبر المنظار إلى الخريطة. جميل جدا. أعطنا إياه. أوكي. شوفك. يوم يتضاءل يعني في مكان كويس. خزان مياه. أوكي. يتضاءل 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 يتضاءل. يعطيني كابتشر. ايوه that's where the howlers were after us. It's the center of the district. قلب العاصمة. طيب خلنا نشوف يتضاءل هناك. في جبهتك ما يتضاءل. طاحونة كلها الطواحين. Can find notice boards with missing people around the city. One of them is near the church. Maybe somehow you find something about your sister there. And if not, just have fun. Okay. The world's already ended, right? How could things get any worse? I'll be back in touch when I've got a handle on things. قال لي قريب الكنيسة في صور مفقودين فممكن أحصل صورة أخته. كيف من بيحط صورة أخته؟ ما في إلا هو وأخته، يعني من اللي الثالث اللي بيحط الصورة؟ يقول لك راقب البوصلة بين تستكشف العالم رؤية المواجهات. فإنها تمنحك فرصة لمساعدة بعض السكان فيليدور في مقابل نقاط خبرة ومكافآت متنوعة. وفتحت الآن عالم فيليدور مفتوح، هدفك الأول هو زيارة مركز الناجين. أوكي، استعثر على أحد التجار ومكان راحة ومستودع كل شيء. خلاص الحين ما بننام في بيت هذاك. أروح إلى مكان أو مركز الناجين. في واحد يستنجد. اسمع صوت صياح هنا. أوكي وصلنا. عليك بقضاء بعض الوقت في البزار بينما تنتظر سماع أخبار من هاكون. أوكي. الحين معي سوار فبيدخلني ابن الذين اللي خون فينا نهاية الحلقة الماضية.
اوه ما يحتاج حتى تدق الباب. تدخل امورك طيبة والله. واو المكان رهيب والله. الك اج مدري ايش. اوت اوف ووتر. ما في ماي. ويلكم تو ذا بازار. اسمع صوت بارتي داخل. ما شاء الله تبارك الله. مدينة كاملة. اسمع الطرب. ترحب فيني هذه؟ Hey, where are you going? What a day. No freaking way I can do it. Do what? خوينا الجديد هذا شكله. بدنا نسولف معاه. وهنا التاجر نشوف. يعرفوني اني رحال على طول. مبادلة. شو فيني شغلت فلاش في راه. يتيح لك التجار شراء اسلحة وقطع صناعة جديدة وعناصر اخرى كما يمكنك عبرهم بيع العناصر القيمة التي جمعتها. او اي مخزون لا تحتاج اليه. وش عندك يا تاجرنا العزيز؟ هذا ما هو كان اخوينا اللي في اول شخصية نلتقي فيها. اوه قضيب الاشعة فوق البنفسجية سيكون كفيلا لابعاد المصابين. حلو هذا اللي نحتاجه. 80 كم فلوسي؟ 25 وات. وهنا فخ الغاء لتحدث جلبة نفس موضوع الغاز. وهنا الموارد مواد مؤكسدة كحول مدري ايش. اذا ناقصك شيء يعني وما لقيته في الماب ممكن تشتري من هنا. طيب ايش يمكن ممكن نبيع ب 25؟ خلنا نشوف اوسخ شيء عندنا. هذا ضرره 18 19 14 13. خلنا نبيع ابو 13 ب 10. وهذا ب 10 و 14 بعد. هذا ممكن نحتاجهم الموارد والامور هذه فما ببيع شيء عشان نسوي كرافت. بيع كل العناصر القيمة ممكن تبيعها ب 546. بيبيع لي كل شيء يعني اذا تبي تفضي على السريع ما عندك وقت. وبس وين السرير حقنا؟ ما شاء الله طابق ثاني. هذا المستودع وهذا السرير. في غنم بعد. ما شاء الله. غنم ودجاج كله مع بعض. وبس يا شباب بحط راسي. كان يوم طويل. نشوفكم ان شاء الله على خير في الحلقة الجاية. لا تنسون اللايك. ونشوفكم ان شاء الله على خير. برويكم الحلم كالعادة. لقد بدأت ساعات الليل وسيدي هذا الى تناقص مستوى مناعتك. اوكي. اذا تبى تنام الى الصباح او تفرفر في الليل. شيء جميل والله. يخيرونك. وبس يا شباب استودعكم الله. السلام عليكم.